كتير. بدي اطبخ البرقوق عشان احطه مع اللحم. بدي اغسله بالاول وبعدين ابلش اسلقه. بضم بكفي خالص.
يوناني. الصفون راح نحط الاصفر ولا الاخضر، نحط الصغار ولا الكبار؟ ممكن تتساءل ليش في ثلاث صحون؟ اللحم والبرقوق بدي احطه بصحنين لانه الطاولة كبيرة، ما بظن رح يكفي بس صحن عشان الكل يقدر انه ياكل، والصحن الثالث لانه رح يجيبوا معاهم مقلوبة فرح احط هون مقلوبة، وبهدول الصحنين الاثنين رح احط لحم وبرقوق.
يعني هذا بينطبخ لحال وهذا بينطبخ لحال. بس تطبخيها بالمي بس؟ مي بتطبخي بمي بالأول. بإيش بتذهبي؟ بعدين بتحطي مي شوية مي مع سكر وقرفة. يلا 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 يلا.